محمود انت كان في بعض الاخطاء الدفاعيه عايز تتكلم عنها. اتفضل. اكلمك عليها. كلنا عارفين ضغط النادي الاهلي والاسلوب والخاصيه اللي بيلعب بيها دايما مارسيل كولر، ان دايما النادي الاهلي بيعمل ضغط عكسي ويسترجع الكوره في اقل عدد من الثواني في مناطق الخصم. ولكن زي ما قلت لك كانت المشكله البدنيه مأثرة كتير جدا على النادي الاهلي. بس الجديد اللي بقى بيتعمل السنه دي من مارسيل كولر ان هو كان دايما بيامن بواحد من الثلاثه. النهارده شفنا في كذا مره اكتر كور جت خطر على النادي الاهلي هنشوفها مع بعض هي كانت بسبب ان الثلاثه بيشاركوا في الحاله الهجوميه، وده كان بيعمل مشاكل كبيره جدا في المساحات على النادي الاهلي. نبص مع بعض على اول حاله، ودي حاله كانت في اول الشوط الاولاني وجي منها اعتقد لا كانت فرصه خطره جدا وبعديها في فاول. بص يا كريم، هنا النادي الاهلي هيحاول يضغط على نادي الاتحاد العاصمه. نكمل الفريم اللي بعده. هنا الراجل هيلعب السكند بول، مفيش اي حاجه غيرها خالص. هتبص هتلاقي اليو دانك ورضا سليم. نكمل الفريم اللي بعده. كرة اول ما اتلعبت عليها يا كريم، طبعا عشان خاطر كان مروان عطيه زائق وعشان خاطر كان اليو ديانج زائق وامام عاشور دايما اوف بوزيشن، هتلاقي السكند بول على طول بتنزل. اول ما الكوره هتتلعب هتلاقي اول ما نزلت من محمد منعم هتلاقي ان مروان عطيه لوحده وسط اتنين. مروان عطيه حاول يسبق الكوره. نشوف الفريم اللي بعده. فاول على النادي الاهلي، اخطر كوره على النادي الاهلي في الشوط الاولاني. الفاول اللي كان جمال بيتكلم عليه، الكوره اللي اتلعبت بالعرض والراجل لعبها فاول. فدي كوره انت كنت تسال النهارده هو ليه النادي الاهلي برغم ان الاستحواذ كله والكوره دايما مع النادي الاهلي، رغم كده عدد المحاولات على المرمى كانت كتيره جدا من اتحاد العاصمه. اه يا كريم، دي الكوره بقولك عليها، ده الفاول اتعمل. الكوره الثانيه بقى عاوز اوريك الضغط بتاع النادي الاهلي. هنا بقى بص لحظه واحده، في حاجه بتتعمل دايما في الاوت، دايما مروان عطيه لو الاوت ناحيه دي دايما مروان عطيه بيروح يميل وبيحاول يعمل سويتش ما بينه وما بين اليو ديانج عشان ياخد الكوره. هنا بص عندك اهو مروان عطيه اليو ديانج، وعلى فكره الراجل اللي في اخر الكادر اللي ماسك ده لا ده رضا سليم، وامام عاشور هتلاقيه قدام ال 18. نكمل الكوره، نكمل الفريم. هنا محمد هاني بيحاول يلعبها اتقطعت من رضا سليم. عاوز اوريك بقى الارتداد الدفاع بتاع النادي الاهلي. نشوف الفريم اللي بعده. اول ما الكوره هنا حاول تنزل امام عاشور، الراجل خطفها من امام عاشور. كل لعيبه النادي الاهلي، سبع لعيبه من النادي الاهلي هنا. بص بقى كريم، كره ما اتقطعت. نكمل الفريم. بص المساحات الكبيره اللي موجوده، مفيش ولا لاعب من وسط ملعب النادي الاهلي جوه الكادر غير اليو ديانج وجاي متاخر، فبالتالي دايما كان في زياده عدديه. بيحصل حاجه من حاجتين، يا بيروح انفرادات يا بتتعمل فاولات على النادي الاهلي. فهو الراجل بصراحه تحية كبيرة جدا للمدير الفني لنادي اتحاد العاصمة، عرف يلاعب النادي الاهلي ازاي بالظبط. وخلاص احنا مش محتاجين الصور اكتر كده. وحاجة بسيطة، رسالة عاوز اوجهها للاعيبة النادي الاهلي، مفيش حد هيسيبك تكسب تاني او تالت او رابع بطولة افريقيا بسهولة او 11 او 12 او تكسب سوبر بسهولة. مفيش فرقة هتلاعب النادي الاهلي وهتسيب لها اي حاجة في الماتش. لازم لعيبة النادي الاهلي تمشي على نفس الريتم اللي كانوا ماشيين عليه السنة اللي فاتت، وما يعرفوش ان كل فرقة هتروح تلعب النادي الاهلي يا كريم هو حلم بالنسبة لها، ان انا هلاعب بطل القارة والفرقة الاقوى في القارة، فانا بالتالي عاوز اكسبها، فهيعملوا مباراة عمرهم. فالنادي الاهلي لازم يستعيد التركيز مرة اخرى، ومش مشكلة مباراة سوبر.